رب تعالى نكسب افريقيا فعلا. النجمه العاشره مستنيانا يا رب الفوز باذن الله. بنبارك لبناتنا النهارده، بنبارك لكابتن حمدي الصافي، بنبارك لجمهور الاهلي العظيم اللي واقف ورا الفريق في صاله الامير عبد الله الفيصل. الاهلي بيفوز ويتاهل الدور الاربعه، بيفوز على نادي الشمس في دور الثمانيه بنتيجه اشواط 3-0 وبنتيجه اشواط 26 24 25 16 و25 18، تألق آية الشامي وتألق كاترين وتألق فريد العسقلاني، نهلة سامح، ندى وليد الناشئة للنادي الأهلي، فعلا متألقين كل البنات. نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله في مباراة قوية جدا وهامة جدا بكرة إن شاء الله مع نادي الأنابيب الكيني الساعة 6:30. نروح لنجماتنا في التحليل ونسألهم أخبار الماتش إيه، شافوا الماتش إزاي. فكابتن منى تقولي ايه؟ اقول الحمد لله اولا، لانه البدايه كانت صعبه جدا على النادي الاهلي، كان الشمس مركز جدا، كان واضح انه يعني بادئين المباراه بتعليمات معينه باداء معين، وده صعب الشوط الاول على النادي الاهلي. خلص 26-24، احتاجوا لنقطتين لكسر التعادل 24-24، وكان من بدايته يمكن تقدم للشمس لغايه يمكن ابتدت الدنيا تظهر شويه مع النادي الاهلي عند النقطه 17، لما تعادل 17-17 ابتدى بعدها الخبره تحسم المساله، الى ان استطاعت ايه الشامي انها تخلص التعادل او التاي بريك اللي حصل بخبرتها الكبيره. وهنا برضو لازم نقول انه اللاعبات في نادي الشمس في عدد كبير تحت 18 سنه في الملعب، احنا قلنا يمكن 4 لاعبات تحت 18 سنه، ما قدروش ان هم يفضلوا على نفس الثبات الانفعالي اللي بداوا بيه المباراه اول ما حصل الضغط من النادي الاهلي، لكن بعد كده فالنادي الاهلي ورجع زي ما انا يعني هوقف كلامك شويه وهنطلع جري على ملعب المباراه والزميل ادهم ندى، معاه كابتن تهاني، معاه كابتن تهاني توصل المدير الفني لنادي الشمس، هنشوف قالت ايه. ادهم لك الكلمه. برحب بيك كابتن خالد العوضي، وبرحب بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، هنا من داخل صاله الامير عبد الله الفيصل، وعقب انتهاء مباراه النادي الاهلي ونادي الشمس في دور الثمانيه للبطوله الافريقيه للانديه ابطال الدوري لكره الطايره سيدات، معايا ومعاكم النهارده وانتهاءها بفوز النادي الاهلي النهارده، بنبارك للنادي الاهلي جهاز فني ولاعبين ومجلس اداره اكيد. معايا ومعاكم النهارده كابتن تهاني توصل المدير الفني لنادي الشمس، وكابتن حمد الصافي. كابتن تهاني في البدايه برحب بيكي وهارد لك على الماتش النهارده، اديته ماتش اكثر من رائع، ولكن النهارده يعني شرفته النهارده نادي الشمس، تعليقك النهارده على اللقاء ونتيجه اللقاء والاداء. اهلا بيكم ومبروك للنادي الاهلي طبعا وكعادته في صاله النادي الاهلي لازم الاهلي بيكسب. نادي الشمس حاولنا ان احنا نكون على قد مستوى اللقاء، كان الشوط الاول مقفول يعني جيم في الملعب، لكن خبره النادي الاهلي رجحت كفه الفريق، واعتقد دي مباراه هتبقى كويسه للنادي الاهلي في طريقه في حسم البطوله واستعداد كويس للمباراه الجايه، وربنا يسهل كده والاهلي يحافظ على اللقب. كابتن تهاني الشوط الاولاني شفنا نديه، شفنا اداء اللقاء الشوط الاولاني خلص 27-25، ولكن لقينا تذبذب في الاداء في الشوط الثاني والثالث، تعليقك. هو فرق خبرات يعني، الاهلي مستعد قبل البطوله في معسكر خارجي ولعب ماتشات كتير، نادي الشمس اللاعبات صغار السن اغلبهم 18 و17 سنه، فاعتقد ان يعني الخبرات بتحكم في المباريات الكبيره اللي فيها جمهور وحضور جماهيري كبير وبطوله كبيره، فاعتقد ان هم بمرور الوقت يكتسبوا خبرات ويبقوا على قد الحدث اكتر من كده، وطبعا النادي الاهلي في ملعبه بيبقى صعب الفوز عليه، لكن اعتقد ان شاء الله ان فريق شمس ان شاء الله في الايام الجايه هيبقى كويس، ان شاء الله هيبقى احسن، وبنبارك للنادي الاهلي وان شاء الله يكسب البطوله. يعني هارد لك يا كابتن وبالتوفيق في جميع المباريات المقبله ان شاء الله. شكرا، ربنا يخليك، ميرسي. ومعانا ومعاكم دلوقتي كابتن حمد الصافي. يا كابتن خالد اتفضل. عايز اسال كابتن تهاني على حاجه لو سمحت. ثواني كابتن تهاني، ممكن معانا دقيقه واحده؟ اتفضل يا كابتن خالد. بس عايزين نسال كابتن تهاني على النهارده، قابلت الماتش ازاي مع جمهور الاهلي في ملعب صاله النادي الاهلي قدام كابتن حمدي الصافي زميل الملاعب برضو في وقت اللعب، هم كانوا كباتن كبار، قابلت المباراه ازاي؟ بشعورها كان ايه وهي واقفه في صاله النادي الاهلي؟
كابتن تهاني، كابتن خالد العوضي اكيد بيمسي عليك الاول وبيقول لك النهارده كان شعورك ايه وانت بتواجهي جمهور النادي الاهلي الحبيب النهارده وانت احد اساطير النادي الاهلي، وكمان كابتن حمد الصافي هو زميل الملاعب، كان شعورك ايه النهارده؟ والله الموقف كان صعب في بدايه اللقاء يعني، بس بعد شويه الموضوع بقى اسهل شويه، لكن طبعا اللعب في صاله النادي الاهلي بيرجع ذكريات كتيره لبطولات كتيره ومكاسب كتيره مع النادي الاهلي، والفانله الحمراء طبعا العشق الاول يعني، فكان صعب شويه بس الحمد لله عدت يعني. كابتن تهاني بشكرك شكرا جزيلا، تعبناكي وهارد لك وبالتوفيق ان شاء الله في جميع المباريات المقبله. كلامك ربنا يخليكم، مبروك للنادي الاهلي. معانا ومعاكم كابتن حمد الصافي المدير الفني للنادي الاهلي. كابتن حمدي ببارك لك على الفوز النهارده، اداء اكثر من رائع، يمكن الشوط الاول بدايه متذبذبه في اول الشوط، ولكن اديتم عليكم اوفيتوا بالعهود وصلتوا دور الاربعه، مبروك كابتن حمدي. الحمد لله النهارده طبعا ادينا الغرض من المباراه 3-0 الحمد لله. فريق الشمس فريق محترم، كسبان السجون الكيني وعمل ماتش مع فريق الجزائر كويس قوي 3-2، فريق لا يستهان به طبعا، فريقين حافظين بعض جدا. فرقتي في اول المباراه كانت مشدوده قوي يعني زياده عن اللزوم، انا اتكلمت معاهم قبل المباراه قلت لهم اه لازم نعمل حساب الشمس، بس الشده ملهاش لازمه يعني، هم شايلين مسؤوليه الجمهور والبطوله في النادي بتاعنا وخروج المغلوب وكده، فطبعا كان مشدودين اول جيم، بس بعد كده الثاني والثالث الحمد لله دخلوا اجواء اللقاء وابتدى يعني المستوى بتاعهم يظهر واحده واحده. كابتن حمدي انتوا هتواجهوا بايب لاين في دور الاربعه، شايف المواجهه دي ازاي ومدى صعوبتها؟ والله الفرق الكينية لو احنا اديناهم الفرصة في استخدام القوة اللي هما بيتميزوا بيها هيبقى في صعوبات، احنا الفرق الكينية لها تكتيك معين لازم يتلعب بيه، طبعا هنشرحه للعيبة، ما نديهمش فرصة لاستخدام القوة بتاعت اللعيبة بتاعتهم، لازم الضغط عليهم جامد جدا بالإرسال، هيبقى هيفرق معنا جدا. عملية حائط الصد التوقيت بتاعه كان مهم جدا الماتش اللي جاي، احنا عندنا خبرات لعبنا فرق كينيا قبل كده كتير وعارفين ازاي بنكسبهم، وان شاء الله بإذن الله طبعا دعم الجمهور لينا هيدينا باور أعلى، واللاعبات طبعا مش هيخذلوا جمهورهم باذن الله، بكره يبقى عند حسن الظن وعند حسن الحدث ويحققوا الوصول للمباراه النهائيه العام الثاني على التوالي، وفي المباراه النهائيه بقى يبقى الكل حادث حديث ان شاء الله. دايما جمهور النادي الاهلي هو السر هو الامل هو اللاعب رقم واحد، رساله توجهها لجمهور النادي الاهلي النهارده اللي شجعكم من اول اللقاء لاخر اللقاء. انا دايما بقول جمهور الاهلي هو سر انتصارات سيدات النادي الاهلي في جميع البطولات في خلال الاربع خمس سنوات اللي فاتوا، واحنا يعني مستعدين كويس كفولي، بس احنا الفولي ده ما بيطلعش غير لما يكون فريق جمهور النادي الاهلي موجود، يعني اللاعبات بتتالق جدا في وجود جماهير الاهلي، وشفنا لما الجماهير بتزيد والعدد بتزيد اللعيبه بتطلع كل اللي عندها، وانا متوقع ان شاء الله باذن الله مع زياده عدد الجماهير في المباراه الجايه اللعيبه هتقدم مستويات عاليه جدا، وباذن الله باذن الله ربنا يكرمنا ونحافظ على اللقب. ادهم عايز اسال كابتن حمدي على حاجه، علشان اتفضل يا كابتن خالد اتفضل. السؤال الاهم بس كابتن حمدي، سالته السؤال ده وهساله له تاني، مش مطمن برضو على استقبال الكرات، استقبال الفريق، اهم كوره اول كوره بتتعمل في الملعب، يا ريت بس يوضح هيعالج ده ازاي، المباراه بكره مباراه فرقه عندها خبرات كبيره جدا زي الانابيب الكيني. كابتن خالد اولا بيمسي على حضرتك طبعا، ثانيا هو بيقول لحضرتك استقبال الكرات في مشكله، في استقبال الكرات مش مطمن على استقبال الكرات النهارده، وده لو احنا واجهنا البايب لاين اكيد لازم ناخد بالنا من موضوع استقبال الكرات، تعليقك وازاي هتقدر تعالج النقطه دي؟ والله انا من اول بطوله شغال على النقطه ديت في التدريبات، بس هو استقبال الكره الاولى ده كتر الشغل عليه وكتر الكلام عليه بيجي بطريقه عكسيه، دايما لعيب الكره الطايره لما بالذات استقبال الكره الاولى كل ما تعلق عليه او تدي له تدريبات كتيره استقبال الكره الاولى بيحس ان بتيجي بطريقه عكسيه، واحنا مجربينها كلاعيبه دوليه قبل كده، هو الكلام هيبقى اكتر والتدريبات على الحركه في الكره الاولى باذن الله مع زياده الثقه للعيبه وعدم الضغط العصبي اللي بياثر على استقبال الكره الاولى، الكره الاولى مهم جدا فيها الهدوء كلها حركه ومن اسفل، فطبعا احنا هنتكلم مع اللعيبه لان الكره الاولى مهمه بالنسبه لنا عشان استخدام عنصر السرعه اللي احنا بنتميز منه خاصه في منتصف الشبكه، كل ما استخدمنا منتصف الشبكه بسرعه عاليه عندنا ناس ممتازه جدا في النص بتدينا باور عالي وبتفرق معانا. بارك له شكرا جزيلا كابتن حمدي، بارك له جدا وقول له الف مبروك، وقول له الف مبروك وكلنا وراه النجمة العاشرة ان شاء الله في انتظاره كابتن حمدي صافي، هو ونجمات الفريق كل الناس وراه، مجلس ادارة قناة جماهير كلنا وراه ان شاء الله عشان يكسب النجمة العاشرة.
بنبارك لك اكيد كابتن حمدي الصافي، وكابتن خالد بيوجه لك رساله بيقول لك كلنا وراك قناه النادي الاهلي مجلس اداره، كلنا وراك ان شاء الله من اجل النجم العشرة باذن الله ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله، طول ما جمهور النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي بظهرنا باذن الله ان شاء الله هنحقق لهم اللي هم عاوزينه ونحقق البطوله العشرة للنادي الاهلي باذن الله. اشكرك شكرا جزيلا. شكرا شكرا. مستمرين اعزائي المشاهدين في تغطيتنا الخاصه والخاصه جدا ان شاء الله النهارده للمباراه اللي اكثر من رائعه اللي ادى فيها النادي الاهلي اداء اكثر من رائع مع نادي الشمس. معانا كابتن مجدي النهارده، مجدي بيبو النهارده هنساله النهارده تقييمك للقاء النهارده، وطمنا على اللاعبين والحاله الفنيه للاعبين والاصابات النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. لا الحمد لله الاداء النهارده كان كويس، واللعيبه كانت معظم اللعيبه كانت في الحالة الطبيعية بتاعتها وكانوا على قدر المسؤولية، لأن تيم الشمس مش سهل، فاحنا بنحمد ربنا سبحانه وتعالى إن هو ربنا وفقنا وقدرنا نتجاوز المباراة بتاعت النهاردة. الحمد لله على السلامة النهاردة رغم الابتعاد، الحمد لله على السلامة، وبنقول لك الحمد لله على السلامة النهاردة في اللقاء. ربنا يخليك وشاكر جدا ولمزيد من الانتصارات إن شاء الله للنادي الأهلي بإذن الله. إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا كابتن مجدي. شكرا يا فندم. شكرا حبيبي. مستمرين اعزائي المشاهدين في تغطياتنا الخاصه والخاصه جدا للقاء، معانا النهارده لاعبتنا المتالقه الكابتن وكابتن نهله سامح. برحب بيكي كابتن نهله النهارده، ومبروك على الفوز، مبروك على الوصول لدور الاربعه، تعليقك النهارده وتقييمك للقاء. اهلا بحضرتك. الحمد لله طبعا على الفوز والوصول للسيمي فاينال بكره ان شاء الله. طبعا المباراه ما كانتش سهله، دايما الفرق المصريه بتبقى حافظه بعض من كتر ما احنا بنقابل بعض في الدوري والكاس والكلام ده، فبيكون الماتش اصعب شويه. كمان فريق الشمس ادى مباراه كويسه عن باقي الماتشات اللي كانت في اول البطوله، فابتدينا اول شوط كان مقفول شويه، بس الحمد لله قدرنا بعد كده نتدارك يعني الاخطاء بتاعتنا ونقدر نفوز بعد كده بالتالي. اللقاء كان اللقاء الجاي ان شاء الله مع بايب لاين، شايفه المواجهه دي ازاي ومدى صعوبتها؟ طبعا بايب لاين من اقوى الفرق اللي موجوده في افريقيا، يمكن هي تاني فريق بعدين حاصل على البطوله الافريقيه، فطبعا هنبتدي من النهارده خلاص ننسى اللي فات ونبتدي نركز ان شاء الله في البايب لاين بكره، واتمنى ان شاء الله ان احنا نقدر نظهر بشكل كويس ونقدر نوصل للنهائي ان شاء الله. شفناك النهارده مش من بدايه الشوط الاول، ولكن الكابتن دايما بيثير حماس باقي زملائه، النهارده من بدايه الشوط الثاني نزلت الاداء اتغير، اتحسن المستوى النهارده، تعليقك النهارده شجعت النهارده زمالك بشكل اكثر من رائع، وصلنا النتيجه الحمد لله 3-0. الحمد لله طبعا، يعني احنا فريقنا بيمتاز ان احنا ال 14 لعيب يقدروا ينزلوا ويقدوا بنفس الشكل، فالحمد لله يعني كبدايه وكنهايه الحمد لله قدرنا نخلص الماتش بشكل كويس وقدرنا نكمل بعض يعني الحمد لله. بشكرك شكرا جزيلا كابتن نهله، وبالتوفيق ان شاء الله في جميع المباريات المقبله. كن على بالك في حضرتك. مستمرين اعزائي المشاهدين في تغطياتنا الخاصه والخاصه جدا للقاء النهارده، اداء اكثر من رائع، اللاعبين ادوا ما عليهم النهارده. معانا احد لاعبات النادي الاهلي المتالقه النهارده، نسالها النهارده على رايها في اللقاء. بنرحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، قولي لي النهارده رايك في اللقاء النهارده وتقييمك للقاء. اهلا بحضرتك. في الاول اكيد الماتش كان صعب جدا، كان ليه حسابات ثانيه خالص عشان هو الماتش اللي بيأهلنا للسيمي فاينل. ظروفه برده كانت صعبه عشان فرقه من مصر، فلعبهم في اغلب الوقت بيبقى شبهنا شويه، بس تعدينا له كويس قوي واتفرجنا على فيديوهات وحفظنا هنعمل ايه بالظبط، والحمد لله ربنا كرمنا بالفوز. منار، بدايه الشوط الاول كانت مهتزه شويه، الشوط الثاني اداء ارتفع، هل بايب لاين عاملين حساب لمواجهته، ارسال الكرات، استقبال الكرات، عاملين حسابهم وعاملين حساب لقوتهم ان شاء الله؟ اكيد شايفه مدى صعوبه اللقاء ده ازاي في دور الاربعه امام بايب لاين؟ اكيد برضو ماتش ليه حسابات تانية خالص بقى، عشان الفرق الافريقيه غالبا بتبقى لعبها عشوائي شويه، مش منظمين، ما عندهمش سيستم قوي اقوياء، فبرضو فرجنا عليهم في اكتر من ماتش هنا، بس ان شاء الله كابتن حمدي صافي بيفرجنا يعني كل ماتش على حاجات معينه، زوايا الضرب، الارسال، الديفنس، الكلام ده كله، بس ان شاء الله نعديها ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا يا منار، وبالتوفيق ان شاء الله، والنجمه العشره ان شاء الله في انتظاركم ان شاء الله. شكرا لك. شكرا. مستمرين اعزائي المشاهدين، ومعانا اللاعبه المتالقه ايه الشامي. برحب بك يا ايه النهارده على شاشه قناه النادي الاهلي، من تالق لتالق مبروك النهارده الفوز، مبروك الصعود لدور الاربعه، مباراه ما كانتش سهله. طبعا النهارده المباراه كانت صعبه مش سهله، يعني كانت احسن من المباريات اللي فاتت، واحنا كنا نازلين عاملين لها حساب طبعا لان هي هتأهلنا للسيمي فاينل، فنزلنا يمكن في الاول ادائنا ما كانش كويس قوي، بس بعد كده ركزنا وقدرنا الحمد لله نفوز. شايفين مواجهه بايب لاين ازاي، مدى صعوبتها النهارده هتبقى ازاي؟ لا هي طبعا مباراه قويه جدا، هم جسدين كمان اقوياء جدا، بلوكاتهم عاليه قوي، فرقه جامده حتى في المنتخبات بتبقى جامده قوي، بس ان شاء الله احنا هنركز لها يعني كويس وهنشوف نقط ضعفهم وان شاء الله نلعب عليها ان شاء الله. المباراه اللي جايه دي تشجيع، الرساله توجهها لجماهير النادي الاهلي،
ايه الرساله اللي انت توجهها لجماهير النادي الاهلي اللي هي بتشجعك وبتاذركم وبتساندكم هي ومجلس اداره بروح الفانيله الحمراء؟ ان شاء الله احنا هنعمل اقصى ما عندنا بكره عشان نكسب ونطلع الجمهور، وان شاء الله مبسوط ونبقى وصلنا للفاينل، وان شاء الله ان شاء الله يعني بس نتمنى دعمهم معانا لغايه الاخر، وان شاء الله نفرحهم يعني باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا ايه حمدي، وبالتوفيق ان شاء الله في جميع المباريات المقبله. ميرسي شكرا. مشاهدينا مستمرين في تغطياتنا الخاصه والخاصه جدا، ومعانا منه طلاق اخصائيه العلاج الطبيعي بفريق الكره الطايره بالنادي الاهلي. سيدات منه برحب بك على شاشه قناه النادي الاهلي، مبروك الفوز النهارده وصعود للدور الاربعه، طمنيني على الحاله البدنيه والفنيه الحاله البدنيه للاعبين، وازاي هتقدري تاهلي اللاعبين امام بايب لاين في دور الاربعه. بايب لاين معروف بالافارقه، معروفين بلياقتهم البدنيه العاليه، ازاي من وجهه نظرك هتقدري تاهلي اللاعبين؟ طبعا في البدايه طبعا الحمد لله على مكسب النهارده الى حد ما، يعني احنا طبيعي بيبقى في اصابات، بس الحمد لله بيبقى في فتره تاهيل، في فتره يعني ريكفري للعيبه، كل ده معمول حسابه، كل ده ليه وقت. ان شاء الله يعني بكره الدنيا تبقى كويسه ان شاء الله، باذن الله نتاهل للفاينل ان شاء الله، يا مستحيل ان شاء الله. حجم الاصابات اللي ممكن يعني تواجه لعيبه الطايره، ايه اكثر الاصابات شيوعا اللي ممكن تلاقيها او تواجهها مع لاعبي النادي الاهلي؟ اوكي، بيبقى عاده مفصل الكتف طبعا هو اكتر مفصل هم بيبقوا شغالين بيه، بعد كده بتبقى الركبه، الكاحل، كل ده بتبقى اصابات، بس اكتر حاجه بيبقوا معرضين ليها الكتف. بالتقويات وبفتره الاعداد البدني كل ده بيبقى ملموم يعني الحمد لله. اشكرك شكرا جزيلا وبالتوفيق في جميع المباريات المقبله ان شاء الله. ميرسي ميرسي شكرا. مشاهدينا بكده نكون وصلنا لنهايه تغطيتنا الخاصه والخاصه جدا لمباراه دور الثمانيه ما بين النادي الاهلي وما بين نادي الشمس اللي فاز فيها النادي الاهلي بنتيجه 3-0 وصعوده لدور الاربعه مواجهته لفريق بايب لاين الكيني. بالتوفيق بنبارك اكيد للجهاز الفني وللاعيبه ومجلس اداره النادي الاهلي بروح الفانيله الحمراء، ان شاء الله النجمه العشره في طريق النادي الاهلي باذن الله يفوز بيها. عوده مره اخرى للاستوديو، لك الكلام يا كابتن خالد العواطي. شكرا زميلي ادهم ندى، ولقاءات جميله مع كل اللاعبات النجمات اللي كلهم بيطمنونا على مباراه بكره، وكانت مباراه النهارده قويه جدا جدا بين الاهلي والشمس في دور الثمانيه، لكن الاصعب ان هي مباراتين اقوى من بعض، النهارده الشمس بكره انابيب الكيني، 24 ساعه تفصلنا عن الدور قبل النهائي، نتمنى الراحه ونتمنى اعاده الاستشفاء مره اخرى لكل اللاعبين علشان يقدروا ان شاء الله يتواصلوا الى النجمه العاشره باذن الله. كابتن منى، كلهم بيتكلموا ان في النهارده الشوط الاولاني بالذات كان في دروب بالنسبه للعيبه النادي الاهلي. نعم. وشفنا فعلا في اول الشوط وصلوا 8-5 نادي الشمس، وبدا يزيد الفارق لغايه لما قدرنا نوصل 24-24 وقدر الاهلي ياخد الشوط. ايه كانت غلطات النادي الاهلي في الشوط ده؟ اولا زي ما كابتن حمدي الصافي قال ان الفريق كان نازل مشدود عصبيا، ممكن يكون في ذهن اللاعبات مثلا بطولة أفريقيا لما طلعوا من قبل النهائي، ساعات بيبقى فيه كده. وهنا برضو بأكد تاني أنه لازم بقى يكون في أخصائي نفسي مع الفريق، أو يكون في أخصائي نفسي مع النادي يشتغل مع الفريق، لأنه ساعات بيبقى اللاعب مش عارف يتخلص من الضغوط اللي عليه، فهو بيساعده لأنه راجل علمه اللي درسه كله في الاتجاه ده بس. تمام. فهيقدر يساعده أكتر من أي حد تاني. في لاعبين بيحاولوا يتخلصوا من الضغوط النفسية اللي عليهم بالتركيز، بأنه يريح نفسه، بموسيقى، بينام كويس غيره، إنما في الآخر بتظل الضغوط عليه والخبرات بتحسن مسألة التخلص من الضغوط دي. حاجة الحاجة التانية، كابتن حمدي الصافي بدأ بسارة أمين، احنا كنا بنتكلم قبل الاستوديو التحليلي ايه الاختلاف اللي ممكن يحصل في التشكيل. يحيى بدأ آية، المفروض انت قلتوا آية مريم كاترين في الخط الأمامي، هو هي نزلت بدل نهلة، بدل نهلة. تمام، نهلة ما بدأتش الشوط الأول في خمسة، مع إن نهلة كابتن الفريق، لكن نزل بسارة أمين. ممكن يكون بيفكر في مسألة إن سارة لسه جاية من الشمس، هتعرف تتعامل معاهم، وفي نفس الوقت هيبقى اختلاف، مش هيبقوا متوقعين ان سارة امين هي اللي هتبدا المباراه، خاصه ان نهلة عنصر تقيل يعني وركن ركين في النادي الاهلي. كمان يعني جمهور الاهلي النهارده ازر الفريق بشكل كبير جدا، وهم من الفرق فعلا الجمهور بيبان تاثيره عليها، الجيل ده من اللاعبين بيبان تاثير الجمهور عليه،
بيحبوا الجمهور يبقى معاهم، بيحبوا الجمهور يأزرهم، ما بيحبوش الصالة فاضية، ما بيحبوش انه يبقى فيه عدد قليل من الجماهير. وانا من هنا برضو من منبرك يا كابتن خالد يعني بناشد يعني الجهات الأمنية كلها ان هي تسهل عملية دخول الجماهير في المباريات القادمة، لان ما فيهاش تهريج خالص سواء خطوط الأنابيب، وان شاء الله الفاينل بإذن الله بعد خطوط الأنابيب، لأنه هيكون له تأثير كبير جدا على الفريق ده في لقب بطولة أفريقيا، هيكون ليه تأثير على مصر وصورتها في استضافة البطولات الأفريقية، خاصة أن مصر بترأس دلوقتي الاتحاد الأفريقي، وكمان عندنا الأمم الأفريقية لكرة القدم في شهر يونيو ويوليو المقبلين. الملعب لازم يزدان بالجمهور، وبتمنى أنه يبقى فيه استجابة أكبر لعدد الجماهير داخل الملعب. يا رب الجماهير تزيد، ويا رب الجماهير تلتزم، ويا رب كل حاجة تكون موجودة، لأن جماهير النادي الأهلي هو السلاح الحقيقي للنادي الأهلي وأبطال النادي الأهلي، كلهم بيحبوا صوت الجمهور، كل اللاعبين واللاعبات عندنا في أرض الملعب بيحبوا الجماهير يأزرهم ويحبوا يسمعوا صوت الجماهير، عشان هو دي الروح والحماس في أرض النادي الأهلي لجميع اللاعبين والأبطال. زي ما احنا شايفين قدامنا في الصورة اهو، هو ده الجمهور العظيم الوفي اللي ورا فرق النادي الأهلي، اللي فعلا بيكون رقم واحد، اللي بيحقق بطولات مع لاعبين ولاعبات على أرض الملعب. نتمنى إن الجماهير في المرحلة الجاية تكون متواجدة وبقوة وبشدة، 3000 4000 إن شاء الله كل الأمن يسمح لهذا بإذن الله قريبا جدا بإذن الله. خلينا نروح لكابتن شيماء. كابتن شيماء، إرسالات الفريق النهاردة عن طريق كاترين، عن طريق فريد العسقلاني، آية الشامي، كانت إرسالات مؤثرة زي ما أنت قلتي في الأول، قلتي الضغط بالإرسال من أول كورة. بالظبط، وده ظهر في الشوط الثاني، ابتدينا نضغط على فريق الشمس لان هو كان عنده اصرار غريب في الشوط الاول ان هو يكسب، وهو كان قريب جدا، بس الحمد لله احنا بخبره لاعيبتنا قدرنا ان احنا نتخطى الشوط الاول. في الشوط الثاني احنا فعلا كان الارسال هو بدايه ان احنا ابتدينا نسحب بالنقط كتير، هو حصل بس عندنا دروب كده في النقطه 13 تقريبا، حصل ان كان في كذا استقبال خاطئ، وده طبعا يعني هو وصلنا ان احنا وصلنا معاهم ل 14 10 من 10 5 ها لغايه 14 10، فطبعا ده عمل دروب شويه، بس احنا طبعا يعني خدنا الجيم مستريح 25 15، وبعد كده الدنيا ابتدت تتظبط اكتر. احنا طبعا بالنسبه للاستقبال ابتدى يتحسن في الشوط الثاني بعد الدروب ده، الارسال الشوط كان مؤثر جدا بالنسبه للخطوط الاماميه والخطوط الخلفيه، وبالنسبه برضو للديفنس والبلوكات طبعا ما ننساش ان هي كان ليها دور كبير طبعا ان احنا وصلنا للنتيجه دي. فجاه شفتي النهارده في وسط مع مركز 3 سنتر بلوك، شفتيه ازاي النهارده في قفل البلوكات مع الاوبوزيت او مع مركز 2 ومركز 4؟ النهارده في الشوط الثاني بالاخص اخذنا اكتر من 5 6 بوينت بالبلوكات ورا بعض. النهارده كانت البلوكات عاليه جدا جدا من بدايه الشوط الثاني. تقفيله البلوك النهارده فريد العسقلاني مع ايه الشابي مع كاترين، خط قوي جدا جدا، قفله بتضم على الطرف الاطراف فريد العسقلاني كويس جدا هي ومريم متولي، فالنهارده سنتر بلوك عمل بلوكات حلوه جدا جدا النهارده. شايفه ان هم قدرت تعمل تملى المساحه، مساحه النص او مساحه الزوايا قدرت تقفلها كويس مع اكيد قفلت خالص الملعب. حصل حاله دروب في الشمس، ما بقتش الكره بتقدر تعدي، بتعدي بالعكس بنقطه مباشره للاهلي ببلوك مباشر. فطبعا حصلت حاله دروب جامده جدا في فريق نادي الشمس، مش عارفه تخلص الكره ازاي، فلجأت الى البليس والبليس بدا يتلم. كان النهارده مع تالق لعبات الاهلي ونجمات الاهلي، لازم نقول ان كان في برضو متالقين من نادي الشمس. شفتي عاليه هاني بصراحه انا من وجهه نظري متالقه جدا 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 في مباراه النهارده، حد ناشئ او ناشئه طالعه بقوه الصاروخ، ده اللي شفته النهارده، قادره تجاري نجمات النادي الاهلي وخبراته. هو انا اللي بيعجبني جدا في عليا ان هي لاعبه عندها اصرار وعندها من جوه كده، ببقى حاسه ان انا اعرفها لان هي زميله بنتي. فانا عاصرتها وحسيت بيها كتير في النقطه دي، هي عندها
قوة وعندها إرادة جامدة جدا وعايزة دايما تثبت نفسها ودايما بتحس ان هي ممكن بتكون ان هي المنقذ يعني دايما حتى لقينا ان هانيا كانت بترفع لها في اوقات كتيرة قوي في الكور البايظة فانا بيعجبني فيها الاصرار وبرده هنا المصري برده لعبة ناشئة مواليد 2001 استغلت بعض يعني الخلل شوية في البلوك عندنا وبقت تعمل الحركة بتاعتها هي معروفة جدا اللي هي دايما بتستنى شوية وبعدين تعمل تاتش اوت هي ذكية جدا في قراية الملعب يعني لما نلاقي ان في لعيبة 2001 او 2000 زي عالية بالعقلية دي في السن ده معناه ان هم قدام هيبقوا لعبات مميزات وهم يعني اعضاء في الفريق الكرة المنتخب المصري للشباب دلوقتي وبيشاركوا كمان في المباريات فده اكيد كمان بيديهم حافز وخبرة طبعا اكيد شايفة في المرحلة الجاية نادي الشمس ممكن يعني يجاري الفرق اللي هي الافريقيه القويه زي النادي الاهلي ونادي الانابيب الكيني وقرطاج يقدر يوصل لمراحل مختلفه. بص حضرتك الفرق دي محتاجه معسكرات خارجيه ومحتاجه اعداد كويس علشان تقدر توصل للنموذج اللي فيه النادي الاهلي دلوقتي. احنا طبعا عندنا النادي الاهلي بمجلس الاداره بنقدر نوفر للبنات معسكرات خارجيه بنلعب ماتشات ودية كتير فده طبعا اول الـ 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 السكه اللي بتفتح للعيب ان هو او الفرقه ان هي تتحسن طول ما احنا بنعمل معسكرات جوه يعني معسكرات داخليه مع فرق من جوه الانديه او كده ما بيديش برده نفس الطفره اللي بتحصل للفرقه الكبيره فانا يعني اعتقد ان هم لو فضلوا بنفس النمط ده مش هيعملوا معسكرات خارجيه والاحتكاكات هتكون بس على القد مش مهما كان عندهم لاعبات كويسين مش هيقدروا برضو ان هم يوصلوا زينا ما شاء الله احنا عندنا النادي الاهلي وصل لده احنا من زمان بنعمل معسكرات خارجيه وبنسافر مره ومرتين وبنلعب ماتشات فالحاجات دي كلها بتدي الخبره اللي بيلعبوا بيها دلوقتي. طيب رجلاء لو كان احنا عندنا محترفه كاترين ما شاء الله بتأدي دورها بشكل واضح جدا جوه فريق النادي الاهلي لو نادي الشمس حب يستعين بمحترفه شايفاها في اي مركز في نادي الشمس؟ والله هو الشمس محتاج غير ان هو يستعين بمحترفه هو عنده اوريدي اللعيبه بتاعته ندى معوض بس هي في منحه خارجيه في امريكا ندى معوض 90 او 99% لو رجعت الشمس اقوى لعيبه في افريقيا المفروض هي اخذت احسن لعيبه في افريقيا في بطوله الانديه الافريقيه 2017 وحاليا اخذت بطوله الجامعات في امريكا احسن لعيبه فلعيبه قويه جدا لو رجعت صفوف الشمس اللاعبات اللي مسافره بره في امريكا ورجعوا لها انا شايفه ان الشمس مش محتاج اي يجيب اي لعبه محترفه من بره هاي لو احنا ان في كمان بعد اذنك يعني ان لعيبه الشمس لو احنا اتكلمنا على مريم ثروت الباسيره بتاعه نادي الشمس اخذها الزمالك السنه دي ايسل الليبرو بتاعه الشمس اخذها الزمالك السنه دي ساره امين بتاعه الشمس اخذها الاهلي السنه دي فثلاث لاعبات والهديب موزع لعيبات قويه جدا يعني عنده اكتر من وبريهان راحت نادي الزمالك فكميه لعيبه خرجت من نادي الشمس عملت دروب كبير جدا في نادي الشمس. طيب خلينا في لقطه مهمه جدا في المباراه النهارده بتلخص المباراه وروح وحماس فريق النادي الاهلي في كوره ايا الشامي كابتن منى عايزك تتفرجي على دي وتتفرجي على ايا الشامي بتعمل ايه في اللقطه دي يعني لقطه كانت معبره جدا طبعا بص ده استقتال على الكوره بقى خلاص أيوة. مفيش تهريج وحسوا بخطوره الموقف في المباراه النهارده وكان واضح جدا بقى انه بقى في استقتال على الكوره واستماته على الكوره وفوقان حصل بعد لكن آية الشامي اتحركت كويس برضو علشان تغطي لانها حست خلاص انها وقفت دراعها او كتفها فالكوره اهي اتحركت كويس عشان تطلعها عرفت ان في بليسنج او كره مسقطه لكنها جت في الانتنه العصايه اللي بتحدد الشبكه على الطرفين شايفه ان جريت آية الشامي جاريه في محلها بالظبط عايز اقول لك حاجه اتفضل. كمان آية من اللاعبات المميزات في الضرب على الشبكه في حائط الصد النهارده كمان كانت مركزه في الدفاع يعني فدي نقطه تحسب ليها لانه هي آية دورها في الملعب اكبر كتير من انها
يعني تدافع دورها على مستوى الهجوم يعني. فالنهارده كانت مركزه جدا في الديفنس كمان، فهي ايه لعيبه كبيره ايه الشامي يعني. كابتن منى النهارده من وجهه نظري شفت ندى وليد هو ارض الملعب بدايه من نص شوط الثاني فعلا البنت تظهر لسه برده ناشئه زي ما اتكلمنا على علياء هاني. هنتكلم على ندى وليد عندنا في النادي الاهلي في دور الليبرو، نزلت وادت اللي عليها، شفتيها ازاي في ارض الملعب؟ شفتها والله البنت هايله جدا، لما نزلت ادت المطلوب منها. يمكن الكابتن حمدي دفع بيها النهارده برده في ظروف ماتش صعب يعني، مش ماتش سهل، لكنها كانت قد الملعب. وهي ليبرو هايل وليها مستقبل هايل ان شاء الله يعني، بس تركز في مركزها لانه ساعات ياخدوها تلعب شويه ضاربه وشويه ليبرو. تركز في مركزها عشان تقدر تصنع فيه الطفره الكبيره اللي قدام. شيماء النهارده لو شفنا الليبروهات هلاقي نهال جمال من النادي الشمس، ونلاقي ندى وليد، ونلاقي مريم مصطفى. شفتي الثلاثه ازاي جوه ارض الملعب ادوا ازاي وعملوا ايه بالظبط؟ والله انا شايفه ان بالنسبه لنهال يعني هي في كور ما بتبقاش يعني مش بتبقى غلطتها لوحدها، فهي حاولت على قد ما تقدر النهارده ان هي تغطي النص الملعب الناحيه خمسه كويس. بالنسبه لمريم هي كانت ماشيه حلوه قوي في الجيم الاول، في الشوط الاول كانت ماشيه كويس، لكن حصل دروب ليها شويه لما انا قلت لحضرتك في الاول ان كان في حوالي اربع خمس نقط كده او اربع نقط تقريبا كانوا موجهين لمريم، فللاسف كان الاستقبال خاطئ. فطبعا كابتن حمدي الصافي اضطر في التوقيت ده ان هو، وانا ده اللي قلته لحضرتك، ان احنا وانس ان احنا في كذا نقطه مش هنقدر نستنى اكتر من كده. وبعد كده نزلت ندى فالدنيا ابتدت تتظبط، واحنا كمان فوق بعيدا عن الاستقبال احنا فوقنا في الضرب وفوقنا في البلوكات وكده، فالدنيا ابتدت تستريح والجيم الثالث كملت يعني. وانس ان هي ماشيه كويس خلاص هي مش هتطلع من الملعب. هي مش هتطلع من الملعب اكيد. برضو كابتن مريم مصطفى النهارده كان في عدم توفيق في اربع خمس كرات، لكن لا نغفل ان هي من احسن ليبرو في افريقيا كذا سنه متتاليه. اكيد اللعيب وكلنا لعيبه بيصادفنا عدم توفيق في بعض الكور وبعض النقاط، لكن اكيد ليها دور بكره، واكيد ليها دور ان شاء الله مع فريق الاهلي في المرحله اللي جايه. ماتشين مهمين جدا جدا، سيمي فاينل وفاينل. نتمنى لكل اللاعبات يروحوا للحاله السليمه والحاله البدنيه المظبوطه، علشان احنا محتاجين كل اللعيبه عندنا. خلينا نخرج لفاصل ونرجع نحلل مباراه الاهلي والشمس على الوول في العشر حالات اللي اخترناهم النهارده. رجعتوا لنا بعد الفاصل عشان نشوف حالات الكباتن معانا اختاروها النهارده، 10 حالات الكباتن اختاروها عشان نشوف نلخص مباراه الاهلي ونادي الشمس. طبعا بنستغل اكيد وجود كابتن مصر كابتن منى عبد الكريم معانا النهارده عشان ترافقني النهارده في التحليل. ان شاء الله هنوريكم الماتش كله في 10 حالات. نخش الاول حاله وهي حاله بلوكات النادي الاهلي، كان المساعده من السنتر بلوك مع مركز 2 مع فريد العسقلاني، كانت بتساعد دايما الناحيه اليمين والناحيه الشمال في النادي الاهلي مركز 2 ومركز 4. نروح لاول حاله معانا النهارده. زي ما احنا شايفين شروق فؤاد على الارسال، وهنتفرج على فريد العسقلاني وكابتن منى هتشرحها لنا. الكوره سريع وفريده العسقلاني ويعني مركزه جدا وعارفه انها هتطلع في التوقيت المناسب، وهنا برضو ضمت كويس جدا على ايه الشامي في مركز 2. فريده العسقلاني ليها دور كبير جدا في الملعب، لا يخفى على احد، بتضم كويس جدا ناحيه 2 وناحيه 4، وكانت مركزة جدا النهاردة ازاي تقفل. ساعات اللاعب في مركز 3 ما بيلحقش يوصل لو قاعد يفكر كتير، لكنها كانت بتستوعب على طول ايه اللي بيحصل الناحية التانية، وبتعرف انها تاخد خطواتها بالصورة الصحيحة وبتضم وبتقفل كويس. طب عايزين نقف بس عند فريد العسقلاني وهي بتلم مع آية الشامي. هنا هو مظبوط كده، هي قفلت تمام والنقطه صحيحه للنادي الاهلي تمام بسبب قفل الاثنين جنب بعض، بسبب ان هي فريد عسقلاني بتلم من سنتر بلوك بتروح لآية الشامي مركز 2 بيقفلوا مع بعض صحيح. تمام، نروح لتاني حاله لو سمحتوا. ضرب من مركز 4 من نادي الشمس، وبرده فريده العسقلاني، هي نفس الكوره، انا فريده العسقلاني وآية الشامي تمام.
هنروح لحالة تانية لو سمحت. دي بقى طبعا كانت غلط كبير جدا من نادي الشمس، لانه تقريبا يعني كانت يعني حطت البصيره، حطت الضارب في الموقف الصعب، يعني ودته في اتجاه اقوى بلوكين على الشبكه عندنا اللي هو ايه الشامي وفريده العسقلاني، وبالتالي قدرت انها برضو تضم من مسافه متوسطه مش على الاطراف وتاخد النقطه. بس كابتن منى شفنا ارسال ساره امين، ضغط بالارسال، يعني ارسال قوي جدا من ساره امين، ما قدرتش نادي الشمس تطلع الكوره في المكان المظبوط. هتقولي ارسال ساره امين لو سمحت. ده الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه يا كابتن خالد في البدايه، الضغط بالارسال وهيبقى مهم جدا، وكابتن حمدي الصافي اتكلم على الضغط بالارسال في المباراه القادمه كمان امام خطوط الانابيب الكيني، ودي نقطه بقى يعني مش هينفع هزار فيها خالص. ما فيهاش هزار، لان انا لو اديت لهم ارسال سهل هيعملوا اللي هم عايزينه على الشبكه، وفي فرق طبعا في الاطوال وفي اللياقه البدنيه. تمام، خلينا نروح للحلقه الثالثه معانا النهارده في المباراه، وهي برضو ارسال من كاترين، كانت ما شاء الله عليها في ارسالتها. صحيح، ضغط ارسال مش طبيعي يا كابتن منى. هنا ضرب خلفي خارج الملعب، لكن الملعب واقف صح في الدفاع. نرجع لوقفه الاهلي لو سمحتوا عشان كابتن منى تشرحها لو سمحت، بالذات وهي علياء هاني بتشوط الكوره. بالظبط، طبعا بيبقى يعني مدروس كويس جدا، اهو وقف في الملعب. الوقفه بص كلهم متجهين يا كابتن خالد ناحيه مركز واحد، اللي هي الزاويه اللي ضربت فيها علياء هاني الكوره. كلهم تحت، ده بيبين برضو ان هم واخدين الاتجاه الصح. لو شفت ثبتوا الوقفه يا جماعه، ثبت الوقفه لو سمحتوا يا جماعه، سنه بس ماشي، سنه بسيطه بعد ايوه. واقفين تحت كلهم، واخدين زاويه الضرب لضرب الشمس او ضربه الشمس علياء هاني، ونص الملعب مفتوح صحيح، لكن كلهم على الاطراف وكلهم تحت مستعدين. كابتن منى اعتقد ان الملعب مفتوح علشان علياء هاني بتضرب من ورا من بقى على 3 متر بالزبط. ففتحين نص الملعب بالزبط. لكن اعتقد ان الخط نفسه هنا مقفول من عند الحكم، اللي هي الخط من هنا. لا، الخط تماما مقفول، هي واضح جدا انها خلاص خدت قرار انها هتضرب في الزاويه. نكمل. يعني وقفه الديفنس صح جدا، حيل دي وقفه ديفنس صح جدا. نروح للحاله بعد الكوره دي، اتفضل. الاستقبال هي اهم حاجه في النادي الاهلي، يعني اهم سوري الاستقبال دي اهم حاجه في الكره الطايره. هنروح لحالات الاستقبال اللي كانت خاطئه من النادي الاهلي، يعني بعض الحالات مش كلها. نروح لاول حاله. هنا تمام، استقبال برضو من نادي الشمس وعاليه، ضرب في الزاويه الحاده. هنا بقى يعني برضو كانت يعني يمكن البلوك فتح، البلوك فتح الزاويه. لو ايوه نفتح البلوك فتح الزاويه، نفتح الكادر شويه. واتضرب في الزاويه الحاده في النادي الاهلي، وكانت صعبه جدا على نقف هنا. نقف فعلا، هم فاتحين الزاويه تماما، اعتقد كانت لازم ايه تلم شويه يا كابتن منى. على ايه صحيح، مظبوط، ايه المفروض تطلع قدام شويه، تطلع تيجي من هنا تطلع قدام تقريبا شويه تقريبا، يعني هتحط الخط بين رجليها. لو كانت خطوه قدام كانت قدرت، خطوه بس كانت قدرت انها تطلعها، لانه وهي بتطلعها فعلا هي خطوه خدتها، لكن اهي ما وصلت للكوره بس الخطوه الثانيه كانت طلعت الكوره. تمام، نروح للي بعديها للحاله الثانيه لو سمحت. دخلنا شروق والضرب سريع، حلو قوي الفنت او الخداع والكره القصيره، وفريده طالعه ضربها كويس جدا. ده استقبال من النادي الاهلي. الكره لما بتبقى مظبوطه والباستير كمان متحرك كويس شروق، ومدياها الكوره اللي هي بتحبها، مش قصيره قوي ومش عاليه قوي ومستريحه. بالراحه عليا يا جماعه، ما تجروش معايا يعني بالراحه، بس عايز ارجع للحاله اللي فاتت لو سمحت. معلش، استقبال نروح لها، استقبال كويس جدا، اعتقد دي مريم مصطفى. استقبال كويس وفريق. لا دي كاترين اللي استقبلت. مين استقبل؟ كاترين استقبلت كويس. كاترين استقبلت وشروق اتحركت ودت الكره سريعه، وكانت فريده واخده القرار وطالعه ومتعزمه جامد وخلصت الكره. تمام، ودي من الكرات الحلوه اللي بتلعبها فريده طبعا. دي هي دي مهاره فريده العسقلاني، هي تاخد الكره على الضرب السريع. نعم. تمام، نروح للحاله اللي بعديها. ميار خليفة بتلعب ارسال. ميار خليفة لعبت بدل مريم متولي، اللي طلبت انها تتغير على فكرة، لانها حاسة من الصبح بألام في المعدة، فبنتمنى لها الشفاء ان شاء الله، لكن ميار كانت على قد المسؤولية برضه. تمام،
ليسينج لكن الشمس مغطي. دعاء الغباشي عملت حاله النهارده في الضرب الخلفي يا كابتن منى من مركز 6. صحيح، واحده يعني لعيبه بيعتمد عليها نادي الشمس من الكروت الرابحه دايما. بس برضو زي ما قلنا ان هم الاهلي واقفين صح في الدفاع. لو رجعنا برضو هنلاقي ايه الشامي قايمه بدور كبير جدا في الدفاع زي ما قامت في الهجوم. اهو دي رفعت دعاء الغباشي وبتخلص الكوره المنطقه الخلفيه وخلصت خلاص. تمام. نرجع بس لوقفه النادي الاهلي في الكوره اللي فاتت دي يا جماعه لو سمحتوا، ونقف عندها في التخليص على نادي الشمس وهي بتخلص. نقف ايا الشامي هنا زي ما حضرتك قلتي بتلم تحت الاثنين بلوك اللي هي فريده عسقلاني اعتقد معاها كاترين المحترفه، مظبوط كده؟ مظبوط. شايفه ان شروق واقفه مظبوط، شايفه ان كل لعيبه النادي الاهلي نهله سامح واقفه مظبوط، الوقفه كلها مظبوطه يا كابتن؟ تمام. هنروح لاخر حاله معانا النهارده. خد بالك كابتن خالد هم برضو عشان الكوره مسقطه او بليسنج فكلهم خدوا خطوات لقدام عشان اللي هيقدر يطلعها هيطلعها يعني هيطلع الكوره. تمام. نروح لاخر حاله معانا النهارده. اتفضل منى. في لقطه هنا في دي ضرب من مركز 2 عند نادي الشمس من ايه خالد والكوره في نص الملعب، لكن برضو صحيين جدا لمنطقه نص الملعب. ايه الشامي برضو نفس الكلام هنا. دعاء الغباشي دي الكره اللي اتكلمنا عليها من شويه انه برضو ايه بتتحرك كويس رغم انه الكره جت في الانتنه، لكن هي حست انه دعاء الغباشي وقفت ايديها وان الكره هتبقى بليسنج يعني. تمام. بكده تكون دي اخر حاله معانا النهارده كابتن منى، يعني تعبينك معانا وتعبين كل نجومنا في التحليل النهارده. خلينا نخرج لفاصل وترجعوا لنا مره ثانيه في اخر فقره في الاستوديو التحليلي ان شاء الله. رجعنا لكم في اخر فقره النهارده معانا وفي اخر مرحله لتحليل مباراه الاهلي والشمس. خلصنا، لكن عندنا النهارده اتلعب اربع مباريات وبكره عندنا مباريات مهمه في الدور قبل النهائي للنادي الاهلي، مباراه مهمه جدا وقويه مع الانابيب الكيني حاملين اللقب الاربعه، المجمع البترولي الجزائري مع قرطاج التونسي والاهلي المصري مع الانابيب الكيني، مباراه مهمه جدا. لكن خلينا نشوف نتائج النهارده الاربع مباريات ايه اللي حصل فيهم وراي محللنا فيهم ايه. كان النهارده المجمع البترولي الجزائري والجمارك النيجيري 3-0 للمجمع البترولي، قرطاج التونسي 3-0 مع فاب الكاميروني، الانابيب الكيني 3-0 مع نادي سبورتنج المصري، والاهلي والشمس 3-0. كل نتائج النهارده نتيجه واحده 3-0، ما فيش فرقه ولا الجمارك ولا فاب ولا سبورتنج ولا الشمس خد اي شوط من كل الناس. كابتن شيماء لو شايف النهارده في ماتشات النهارده المجمع البترولي الجزائري مع الجمارك الكيني بنتيجه 3-0، رايك ايه؟ والله هي نتيجه متوقعه، يعني احنا كلنا من امبارح قايلين ان المجمع البترولي الجزائري هيكسب، يعني انا كان رايي كده من امبارح، فمش حاسه باي استغراب او اندهاش. خالص عادي. تمام. تاني مباراه معانا قرطاج التونسي كابتن نجلاء مع فاب الكاميروني. وان سايد جيم، كلنا متاكدين من كده ان قرطاج هيفوز 3-0، وكنا قايلين برضو المجمع البترولي هيفوز 3-0، وقايلين ان الاهلي هيفوز عشان 3-0، وقايلين نفس الموضوع، كلنا متوقعنا في محله ان كل الفرق اللي هي متاهله للدور النهائي او النصف النهائي فازوا فعلا بنفس النتيجه 3-0، ده يدل على قوه الاربع فرق اللي وصل النهائي. كابتن شيماء، الانابيب الكيني سبورتنج المصري بنتيجه 3-0، اعتقد دي نتيجه 3-1. 3-1 احنا كتبنا ده النادي الوحيد اللي قدر ياخد شوط من هو الانابيب خد اول جيمين وسبورتنج خد الثالث، والانابيب خلص الجيم الثالث الرابع فكده كسب 3-1. لو اتكلمنا على المواجهات بكره بنقول ان احنا عندنا الاربع فرق اللي وصلوا، المجمع البترولي الجزائري، قرطاج التونسي، الانابيب الكيني، الاهلي المصري، هم ابطال افريقيا. الاهلي رقم واحد في صداره بتسع القاب، بكره عندنا مباراتين. المباراة الأولى قرطاج التونسي المجمع البترولي الجزائري الساعة 4 على صالة النادي الأهلي أمير عبد الله الفيصل، الساعة 6:30 الأهلي والأنابيب الكيني. إن شاء الله بإذن الله لازم نشوف ضيوفنا هيقولوا إيه النهارده على المقابلتين دول. ثلاث فرق عربية يا كابتن شيماء بيوصلوا للدور النهائي برغم وجود ثلاث فرق من الكينيا كانوا موجودين، لكن فريق واحد هو اللي بيوصل، رأيك إيه؟ هو فريق الانابيب الكيني هو من اقوى الفرق، مع يعني ليه باع طويل قوي في البطولات، ومع
الاهلي، بس احنا انا ان شاء الله باذن الله احنا هنكسب بكره باذن الله. واحس بتفائل بيكي جدا لما تقولي بنكسب بكره او هنكسب النهارده. والمجمع البترول الجزائري انا عندي احساس قوي برضه ان هو هيكسب قرطاج، يعني هنقابل المجمع. يعني انت شايفه ان المجمع البترول الجزائري وقرطاج اللي يكسب منه مجمع بترول الجزائر، انا عكسك بس هنقابل وهيقابل الاهلي ان شاء الله. طب اكيد هنسجل التوقعات دي ومباراة بكرة هنقول مين كان بيتوقع مظبوط. أنا شايف من وجهة نظري حاجات هقولها في الآخر، لكن هاخد كابتن نجلاء فوزي رأيها إيه في المباراتين مجمع البترولي وقرطاج التونسي. كابتن شيماء بتقول إن هي شايف المجمع البترولي هو اللي ممكن يروح للماتش الفاينل. لا طبعا أنا عكس رأي كابتن شيماء تماما، أنا بقول قرطاج هيخلص على الجزائر من أول المباراة. يعني أنت شايفة كده؟ بسبب قول شايفة إن القرطاج هيكسب 3-0 كمان. طب وشايفه مباراه الاهلي والانابيب الكيني من وجهه نظرك ايه؟ والله المفروض ان احنا لو استغلينا ضغطنا بالارسال نكسب الانابيب 3-0. تمام. الانابيب يعني دايما الفرق الكينيه ما بتتميزش بالاستقبال، ما عندهاش كره اولى. فاحنا لو ضغطنا عليهم من الاول هنكسب ان شاء الله الرحمن 3-0. يا رب باذن الله. كابتن منى، مباراتين مهمين، ثلاث فرق عربيه للسيمي فاينل، منهم الاهلي المصري، القرطاج التونسي، المجمع البترولي، وفرقه واحده من كينيا، ومباراتين ما فيش لا يقبل الاسم على اثنين، اللي يكسب يروح للفاينل واللي يخسر يلعب ثالث رابع. رايك ايه؟ طبعا الاربع فرق اللي طلعوا قبل النهائي هم يعني كريمه الكريمه زي ما بنقول، يستحقوا طبعا في بطوله افريقيا للانديه. انا صعب اقول قرطاج هيكسب ولا المجمع البترولي، لان الفريقين عندهم ميزات كبيره جدا. صحيح التاريخ موجود لده لقب ولده لقب، لكن التاريخ في الرياضة عامة بيبقى حلو كإحصاءات، لكن زي ما بيقول الجغرافيا اللي بيحصل جوه أرض الملعب هيحصل إيه مش عارفين لسه الظروف، فعلى حسب الجغرافيا بكرة إن شاء الله. بصي ليا وجهة نظر، قرطاج التونسي لسه واخد بطولة فلسه جوه الاحداث، ففرقه لسه متواجده، لكن المجمع البترولي واخد بطوله من التسعينات او من اوائل الالفينات، فاعتقد ان هو اقرب للفوز. رايك ايه؟ ممكن تكون ترشيحاته اكتر من المجمع البترولي، لكن المجمع البترولي مش هيبقى ند سهل ابدا. بس يا منى، هو قرطاج في البطوله العربيه بنفس افراده هو في البطوله الافريقيه ولا في حد ناقص؟ قرطاج في البطوله العربيه ايه اللي سوري اللاعبات اللاعبات اللي كسبوا بطوله افريقيا مؤخرا السنه اللي فاتت اغلبهم موجودين. لا بالعكس، مع ان العناصر اللي موجوده حاليا المره دي احسن بكتير من اللي قبليها. هو في غياب لعيبه رحمه بس اللي اخذها صفاقس التونسي من قرطاج، وجود اللعيبه المحترفه اللي جابها قرطاج اقوى من السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت كان جايب لعيبه محترفه سنتر بلوك ما استفادش بيها باي حاجه، المره دي جايب لعيبه محترفه ضريبه مركز اربعه، لعيبه مميزه جدا في الضرب، جامد جدا، بتضرب زاويه وبتضرب خط، ولعيبه عندها خبره جميله جدا. انا اهم حاجه عندي ان الاهلي يكسب، دي اهم حاجه. وعندنا صحيح. كلنا ما يفرقش المواضيع، كل الفرق بيشرفونا ومنورونا في النادي الاهلي، لكن اهم حاجه النادي الاهلي يكسب ويروح للنجم العشره. في الاخر حلقه شرفتينا كابتن منى بجد، اسعدتينا النهارده، كنت موجوده معانا. انا كنت سعيده جدا، واعذروني بقى يعني موضوع البطوله الافريقيه والمنسق العام ليها هيحرمني منكم تاني، بس بالعكس قلبي معاكم دايما وبتابعكم. وطبعا في حلقات ما بلحقش اشوفها لكن بشوفها على اليوتيوب، دايما موفقين ان شاء الله ونفرح كلنا بالنادي الاهلي ان شاء الله. كابتن منى، كابتن نجلاء، نورتينا وشرفتينا. ربنا يخليك. ده نور كابتن خالد، والف مبروك لنادي الاهلي وجماهيره واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، وشرف ليا جدا النهارده وجودي مع عبده. طبعا عبده ده الكلمه المشهوره بيها وانا عبد الكريم في الملعب، انا ما كنتش بقول لها غير يا عبده عشان عبد الكريم. يلا كابتن شيماء، نورتيني وشرفتيني. ده نور حضرتك، وانا طبعا سعيده ان انا مع زميلاتي القدامى منى طبعا ونجلاء، وان شاء الله نتقابل دايما على خير. على خير دايما وابدا، وان شاء الله مباراه مهمه جدا. لكن لازم قبل ما اختم هقول كلمتين سرعه جدا. قناه الاهلي واداره قناه النادي الاهلي بتدور على كل جديد لجمهور النادي الاهلي. النهارده قدرنا توصل اداره القناه ان هي كانت تذيع مباراه الباسكت فاينل بكره مهم جدا بين الاهلي وسبورتنج، نهائي كره سله سيدات. لكن المواعيد المتضاربه مع بعض، مباراه بكره اهلي وسبورتنج الساعه 5:30، ومباراه السيمي فاينل الساعه 6:30، كنا فاكرينها 8:30 وكان الماتشين هيتذاعوا، لكن فعلا
إدارة النادي تاني، إدارة القناة بتدور على كل الجديد لجمهور النادي الأهلي، هتدور على كل الماتشات اللي هي تقدر تاخد حقها، لأن في مباريات كتيرة ملناش حق فيها، لكن دائما وأبدا إدارة القناة لآخر مرة بقولها بتدور على كل الماتشات، إن شاء الله هتطلع كل الماتشات لايف لجماهير النادي الأهلي. والحد عندنا مقابلة مهمة بين الأهلي وسموحة في دوري أبطال أفريقيا دور الثمانية، برضو إن شاء الله على قناة الأهلي موجود. مباراة الطايرة إن شاء الله الاستوديو بتاعها يبدأ بكرة 5:30، وهنتابع مباراة الباسكت، وفي آخر اليوم بكرة هنذيع مباراة الأهلي وسبورتنج في فاينل كاس مصر. نتمنى لكل فرقنا في كل اللعبات إن شاء الله إحراز البطولات، لأن الموسم قارب على الانتهاء. بشكركم وإلى اللقاء.